والآن أدعو سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب السمو والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وأن أنقل لكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا العربية والإسلامية ونصرة القضايا المستحقة، لا سيما قضيتنا الجوهرية قضية فلسطين الشقيقة. كما يطيب لي أن أتقدم لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز بالشكر والتقدير لما حظينا به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى مبادرتكم لعقد هذا الاجتماع الهام الاستثنائي الذي جمع العالمين العربي والإسلامي، والذي تبحث الظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في فلسطين المحتلة جراء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، مما ينذر بتداعيات وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ينعقد اجتماعنا هذا في الوقت الذي ما زال الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، في مشهد يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق، ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد أكدت دولة الكويت مراراً وتكراراً على أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، مرحبين في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والذي يعكس الإرادة الدولية وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وختاماً، فإن دولة الكويت تؤكد أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة
تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً نهائياً وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسية دولة الكويت الخارجية، وأنها ستبقى على موقفها الثابت الراسخ المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.